أهلا بكم في قراءة اختر كارت. هنعمل النهاردة اختر كارت رسالة من الحبيب أو الشريك، الشخص اللي انت معاه أو حتى الشخص اللي انت منفصل عنه، أيا كان بقى الشخص اللي هتحطه في بالك وأيا كان طبيعة علاقتك بيه. هناخد لك مسج من العقل الواعي ومن العقل الباطن، بس بالأخص من العقل الواعي. مسج هو مش قادر انه يواجهك ويقولك ايه المسج دي، حاجة في خاطره نفسه ان هو يقولها لك، قد يكون مكسوف مثلا او محرج، او حتى انتوا منفصلين وهو مش عارف يتكلم معاك علشان يقولها لك. يعني زي ما يطلع معانا هنقول ايه هي المسج او الحاجة اللي هو حابب يوصلها لك. معانا في القراءة 3 مجموعات. أول مجموعة الحجر الأزرق أو الكروت، دي لو تحب إن أنت تختار بشكل الكروت. تاني مجموعة الحجر الأخضر أو برضو الكروت، دي لو تحب تختار بشكل الكروت. وتالت مجموعة الحجر الموف أو الكروت دي. تقدر تختار مجموعة لشخص في بالك، أكتر من مجموعة لأكتر من شخص، زي ما تحب. يعني هسيب لكم وقت للاختيار ونبدأ حالا إن شاء الله. أوكي، نبتدي. ونبتدي بالمجموعة الأولى، الناس اللي اختارت الحجر الأزرق واختارت الكروت دي. بكل تأكيد دي ثيرد بارتي، يعني الطاقة المشتركة ما بينكم، طاقة العلاقة الثلاثية، وأصلا طاقتك أنت كمان العلاقة الثلاثية، فقد تكون علاقة ثلاثية أو حتى رباعية للبعض. بشوف أنه في زعل ما بينك وما بين الشخص ده، يمكن في خلافات كتير بسبب قصة الطرف التالت دي، يمكن منفصلين on off. المهم انه انت مفتقد الشخص ده بشكل كبير، حتى لو انتم مع بعض مش منفصلين، ولكن ممكن لعدد كويس منكم تكونوا عارفين انه يعني في طرف تالت او في زواج في حياة الشخص ده، وانتم عندكم غيرة عالي وبتفتقدوه جدا لما بيكون موجود مع الطرف التالت او مع الشخص الاخر، وبتحسوا بالغيرة بشكل كبير. الشخص ده مشاعره تجاهك غير مستقرة، أوقات بتحس إن هو مهتم بيك أوي وبيحبك جدا، وأوقات بتحس إنه مطنشك وعايش حياته مع الطرف التالت ومش مهتم بيك، وعلشان كده أنت بتحس بالحيرة بشكل كبير، وبتحس إنه أنت مش قادر تفهمه. مرات تحس إنه بيحبك أوي ومهتم بيك ونفسه إن هو يكون معاك، ومرات تحس انه يعني انت ولا على باله ولا فارق له علاقتكم دي خالص. يعني فهو رسالته ليك من العقل الواعي ان هو نفسه انه يكون معاك في زواج مستقر، انه بيحب انه يتكلم معاك، بيستريح جدا في الكلام معاك، وبيقولك كمان ان هو حاسس ان انتوا في ما بينكم تفاهم كبير. بيقولك انا عارف انه فكرة انه في طرف تالت دي شوية
يعني حاجة ملخبطة علاقتنا، لكن صدقني أنا نفسي إن أنا أكون معاك في زواج مستقر ونكون مع بعض أسرة سعيدة. ممكن يكون الموضوع ده صعب عليا دلوقتي أو أنا مش قادر إن أنا أحققه، لكن فعلا هو ده الشيء اللي أنا بتمناه، وبتمنى إن احنا يكون في ما بيننا فرصة يوما ما. كمان في عقله الباطن هو عارف إن فكرة الأون والأوف أو فكرة وجود طرف تالت دي حاجة بتزعلك، وإن أنت مش هتقدر إنك تصبر أو تستحمل الوضع ده كتير، وعنده مخاوف إن أنت ممكن تسيبه لو زهقت مثلا، ممكن يجي عليك وقت وتزهق وما تحبش ان انت تكمل معاه بسبب كده، فهو عايز يحافظ عليك وبيفكر ازاي ان ممكن يحافظ عليك اطول وقت ممكن علشان ان انت ما تسيبوش او تترك العلاقة دي. بيقولك صدقني انا يعني ممكن ما كنتش بعمل حاجات كتير او حاجات قيمة علشان اثبت لك ان انا بحبك او احافظ عليك، لكن صدقني ده اكتر شيء ممكن ان انا اقدمه لك او اقدر ان انا اعمله علشانك. انا بحس بالراحة جدا وانا معاك، واتمنى ان انت تقبل يعني الحاجة البسيطة او العروض البسيطة اللي انا بديها لك، وصدقني ده اقصى ما عندي. يعني مثلا انا لو باجي اقضي معاك وقت صغير، انا عارف انه انت تستحق اكتر من كده، بس انا ما اقدرش اقضي معاك وقت اكتر من اللي انا بقضيه. انا بكون يعني عامل مجهود جبار علشان اكون موجود معاك شوية الوقت الصغيرين دول، فاتمنى ان انت تفهم ده وتفهم ان هي دي اقصى حاجة انا اقدر اقدمها لك في الوقت الحالي. خلينا طيب نشوف ملائكة الحب هيقولوا لكم ايه. حرر نفسك ويستحق الانتظار. في التوقيت الإلهي هيكون في ما بينكم فرصة، فأنت ما تفضلش بقى قاعد حاطط ايدك على خدك ومستنيه. حرر نفسك من فكرة انه انت لازم تكون موجود معاه في علاقة مستقرة دلوقتي، لا ممكن ده يحصل ولكن بعدين، فمحتاج تحرر نفسك من فكرة الانتظار، من فكرة الشعور بالوحدة، ومن فكرة انه مفيش حد في الحياة هيحقق لك السعادة غيره هو. محتاج تحرر نفسك من الافكار دي. خلينا كمان نشوف الـ Angel Answers هيقولوا لكم ايه. احنا معانا برج الحوت، برج الثور، الجوزاء والقوس، الدلو والحوت تاني، والطاقات كلها موجودة. forgiveness في تسامح لازم يحصل، واجزم الموقف. فأنا زي ما بقول لك يعني ما تحاولش تخلي فكرة الطرف التالت دي تسيطر عليك وتكون نقطة سودة في حياتك. حاول تقبل العلاقة دي زي ما هي بشكل مؤقت، مش لازم تقبلها كده على طول. حاول تقبلها زي ما هي بشكل مؤقت وتتقبل فكرة انه حتى لو الحاجة اللي الشخص ده بيقدمها لك كانت بسيطة، لكن فعلا هي دي أكتر حاجة أو أقصى حاجة يقدر إن هو يقدمها لك في الوقت الحالي، وهي دي رسالته ليك يعني. فده كان بالنسبة لكم الاختيار الأول. ياريت لو المسج دي عجبتكم ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، اكتبوا لنا تعليق جميل او اكتر لان ده بيفيد القناة بشكل كبير. بشكركم طبعا كلكم، وخلينا نروح للمجموعة اللي بعد كده.
مش فاكر الترتيب قوي، بس اعتقد هو ده تاني اختيار. نروح بعد كده لتاني اختيار، الناس اللي اختارت الحجر الأخضر. الناس اللي اختارت المجموعة دي ممكن تكون بقى الطاقة دي عكسية، مش عارف ليه، بس أنا عندي شعور إنه ممكن تكون أنت اللي موجود في علاقة ثلاثية، أو موجود مثلا في علاقة دلوقتي عادي بس داخل القراءة دي مثلا علشان حد من الماضي. ممكن يكون الشخص ده أنت انفصلت عنه وحاليا مرتبط بشخص جديد، بس داخل علشان تشوف الشخص القديم ده هل هو لسه مهتم بيك؟ هل عفوا، هل هو لسه عايز يقولك حاجة أو لسه بيفكر فيك؟ فممكن تكون يعني دي طاقتك في الوقت الحالي. علاقة عدت وخلصت وانتهت وتعافيت منها ومشيت للأمام وارتبطت وعشت حياتك وكل حاجة، بس من وقت للتاني كده بتبص وراك يهمك برضو تعرف هل الشخص ده لسه بيفكر فيك ولا لا. اللي أحب أقوله لك إن الشخص ده لسه بيراقبك ولكن في الخفاء، يعني هو عامل نفسه مش واخد باله ومطنشك، بس هو لسه فعلا بيراقبك ولسه مهتم بيك حتى لو كان هو عامل لك بلوك. الشخص ده تقيل جدا وغامض جدا، وحتى لو فات سنين يبين لك ان هو نسي الموضوع، بس هو مهتم بيك وبيبص عليك من وقت للتاني. يعني ممكن يكون ارتبط هو كمان في باله ان هو مش هيكلمك تاني وان الموضوع انتهى، لكن هو كمان عنده نفس الفضول انه يبص عليك من وقت للتاني يشوف انت وصلت لفين في حياتك، بتعمل ايه دلوقتي. هو عنده النوع ده من الفضول وعنده سنة اشتياق، يعني بيقولك انا لسه عندي مشاعر تجاهك، ممكن اكون قافل على المشاعر دي او ركنها على جنب، لكن هي لسه موجودة، انا لسه براقبك وعندي امل ان ممكن نتكلم، ولكن من خلال ان انت اللي تكلمني انا مش هكلمك. فانا بنتظر مثلا ان انا اقابلك صدفة في مكان يوما ما، اطمن عليك، اعرف اخبارك، او حتى ابص عليك من بعيد، ده هيكون كفاية بالنسبة لي، ولكن اتمنى ان انا اشوفك. يعني كمان من عقله الباطن اكيد هو متواصل معاك جدا، وده سر على فكرة ان انتوا الاتنين بتفكروا في بعض حتى لو العلاقة دي انتهت من سنين. السر في ان انتوا الاتنين بتفكروا في بعض على الرغم من ان كل واحد منكم شق طريقه، هو انكم متخاطرين مع بعض. فهو من عقله الباطن بيأكد لك فكرة ان هو متخاطر معاك، وان في ما بينكم رسائل روحانية متبادلة، وفي شعور متبادل بانكم توأم شعلة. والنسبة منكم على فكرة فعلا العلاقة دي علاقة توأم شعلة، او ممكن تكون كانت علاقة نرجسية او كارميك سولميت، ولكن انت تعافيت منها. فانا ما بشوفش ان انت بتعاني في الوقت الحالي، انت حد عامل التشافي بتاعك وماشي للامام وما عندكش اي مشكلة في الوقت الحالي. يجوز في الماضي مريت بمراحل صعبة كتير، لكن انت دلوقتي طاقتك تمام وما عندكش اي مشاكل يعني. فهو من عقله الباطن بيؤكد لك فكرة ان هو فعلا متواصل معاك
وبيتبادل معاك الرسائل الروحانية، وإنه حاسس إنكم توأم شعلة حتى لو كنتم منفصلين. خلينا كمان نشوف ملائكة الحب هيقولوا لكم إيه. انتوا الاتنين محتاجين تشتغلوا مع بعض على العلاقة دي لو حابين انكم تدوا للعلاقة دي فرصة، ويطلع لك هنا خليك متفائل فيما يخص حياتك العاطفية. خلينا كمان نشوف الانجل انسرز هينصحوكم بيه. معانا برج الحمل اكتر من مرة، برج العقرب والسرطان. الحمل كتير هنا هو والعقرب متكررين، في برج الدلو والأسد، وخدوا معاكم العذراء. ويت، انتظر. طالما قالك انتظر يبقى من المحتمل ان يكون في فرصة انك انت والشخص ده تتكلموا. فلو انت مفكر ان الموضوع انتهى بيقولك لا ما انتهاش، يعني من المحتمل تتقابلوا، يكون في ما بينكم فرصة او انه شيء فعلي يحصل. وتأكد انه انت والشخص ده يعني لسه على تواصل روحاني. يعني لو انت مش حابب تقابل الشخص ده تقدر تقطع احبالك الاثيرية معاه لو تحب. يعني ده كان بالنسبة لكم الاختيار التاني. ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، اكتبوا لنا تعليق جميل أو أكتر لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. بشكركم طبعا كلكم، وخلينا نروح للمجموعة اللي بعد كده. ونروح بعد كده لآخر اختيار، الناس اللي اختارت الحجر الموف. أشبه شوية القراءة دي بالمجموعة الأولى. بشوفك ممكن تكون دي علاقة جديدة، يعني ممكن العدد منكم تكون أنت يعني زي ما بنقول كده خذلت في علاقات كتير وما صدقت أن أنت تلاقي شخص مناسب، وشايف أن الشخص ده مناسب ليك وان العلاقة دي مناسبة ليك. جايلي شعور ان ممكن يكون الشخص ده كراش او حاجة، او علاقة لسه في اولها وانت متحمس جدا للعلاقة دي، ويمكن بتراقب الشخص ده كتير قوي، مهتم بيه جدا، مركز في حياته قوي. انت عارف انه الطريق ده نهايته وحشة ولكن بتكذب شعورك، وانت مبسوط. يعني انت مبسوط ان انت اخيرا لقيت حد عجبك وشايف ان في صفات كويسة، بس غالبا الشخص ده انت لسه متعرف عليه جديد وهو لطيف معاك وكل حاجة، ودي حاجة انت فرحان ليها وعندك امل يعني ان العلاقة تتحسن وان الشخص ده يعوضك عن كل اللي فات. اللي انت ما تعرفوش ان الشخص ده على فكرة هو في نفس طاقتك بالظبط، يعني هو كمان مر بعلاقات كتير صعبة وتعرض للخذلان بشكل كبير، يمكن دي حاجة هو مخبيها عنك أو سر يعني هو عايز يحتفظ بيه جواه، و
مش عايز يقول لك مثلا، فهمني. فأنا شايف إن هو رسالته ليك إن هو مهتم بيك قوي، ولكن هو خايف إن هو يعيد معاك نفس اللي حصل في السابق، وبيقول لك أنا مهتم بيك قوي بس معلش يعني خلينا نمشي العلاقة دي بشويش، لأنه أنا خايف ومحتاج إن أنا أطمن، فأنا مش عايز إن أنا أمشي العلاقة دي بسرعة. أنا شايفك قد إيه شخص جميل قوي، بس أتمنى إنه أنت مش لا يعني أنا مش حابب إنه أنا أحكي في الماضي أو أقول لك إنه كان في علاقة قبل كده أو إنه أنا خذلت قبل كده، ولكن أتمنى إن أنت تتفهم صبري وإنه أنا عايز أمشي العلاقة دي بشويش يعني. كمان في عقله الباطن بيقولك أنا مهتم بيك قوي وبحب أتكلم معاك جدا، بس اسمح لي يعني البطء اللي أنا فيه ده أسلوب دفاعي، علشان خاطر يعني أنا خايف. فأتمنى إن أنت تفهم التأني بتاعي صح وما تفهموش عدم اهتمام يعني، فاهمني؟ خلينا كمان نشوف ملائكة الحب هينصحوكم بإيه. very soon قريب قوي، حاول قريب قوي تاخد قرار واضح ومحدد هل انت عاوز العلاقة دي ولا لا، ودايما خلي عندك ثقة انه اللي انت عايزه هيكون، فخليك ايجابي على كل حال. وبرضو علشان نكون متفائلين طلع لك هنا كارت ويدينج، فان شاء الله يكون في ما بينكم يعني زواج وحاجة كويسة، هي بس مسألة وقت، فما تستعجلش يعني، لان من الواضح من طاقتك ان انت مستعجل جدا يعني. قبل كمان ما ناخد لكم كارت من الانجل انسرز، معانا برج الدلو، برج السرطان، الحوت، الجوزاء، العذراء، القوس، الميزان والدلو، والطاقات كلها موجودة. ويت انتظر، طالما قالك انتظر يبقى ان شاء الله في شيء ايجابي هيحصل، فخليك متفائل. وهنا كمان within the next few weeks، في الاسابيع القليلة القادمة، فان شاء الله خلال شهرين جايين في حاجة كويسة تحصل. هنا كمان الموقف هيتحسن، فمن المؤكد ان شاء الله انه في شيء ايجابي هيحصل، فانت محتاج ان انت تكون ايجابي وتخلي تفكيرك ايجابي، وان شاء الله قريب قوي تسمع اخبار كويسة يعني، فما فيش داعي خالص ان انت تقلق، لانه يعني انت شكلك متسرع شوية، لكن انت محتاج بس تصبر شوية وقت وان شاء الله تسمع أخبار إيجابية كويسة. دي أحسن قراءة على فكرة في ال3 قراءات كلهم، فأنا بشوفها قراءة إيجابية يعني على كل حال، ومبروك مقدما ليكم يعني. ده كان بالنسبة لكم الاختيار الأخير، فياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، اكتبوا لنا تعليق جميل او اكتر لان ده بيفيد القناة بشكل كبير. بشكركم طبعا كلكم وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق.